بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، راعي هذا الحفل، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شرف المكان ووهج نوره وبلسم شفائه هنا حيث التأريخ، هنا حيث العظمة، هنا حيث الخيرية كلها، هنا حيث محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا قيل للدنيا بأسرها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فلا قيام للحياة إلا بتنظيمها وفق منهج خالقها سبحانه وتعالى. وها نحن في هذه المناسبة المباركة العظيمة ضمن مؤتمر أيوف العالمي في عامها 25 تحت عنوان الصناعة المالية الإسلامية بعد 40 عاما، تقييم التجربة واستشراف المستقبل، نعايش جزءا من هذا الدور. فأهلا بكم جميعا في هذا المؤتمر الذي لقي الترحاب البالغ من مقام إمارة منطقة المدينة المنورة ورعاية هيئة السوق المالية وضيافة كريمة من جامعة طيبة. خير بداية لهذا المؤتمر آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، يرتلها الأخ أحمد ديبان، طالب الدراسات العليا في كلية الحديث الجامعة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود أحد رواد هذه الصناعة المالية. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أيها الحضور الكرام، الكلمة الآن كلمة المؤتمر، كلمة أيوفي، والتي تحتفي بهذا المشوار العظيم
من خلال كلمة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور حامد حسن ميرا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز، صاحب المعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا نحث الخطى، كيف لا وهي مهاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنبع الهدى إلى طيبة الطيبة، بعد مضي 4 عقود من هذه المسيرة المباركة، مسيرة الاقتصاد الإسلامي ببنوكه وتأمينه واستثماره وأسواق ماله وأوقافه، أتينا هنا من مشارق الأرض ومغاربها لنقوم التجربة ونرصد المسيرة، نقف على المآثر لنعززها ونستدرك ما جبل عليه العمل البشري من نقائص لنقومها. أتينا نحث الخطى إلى مدينة المصطفى عاصمة الإسلام الأولى لننسب الفضل لأهله والإنجاز لرواده ونكافئ المعروف بمثله، فإن عجزنا فلا أقل من أن نقول لمن قدم جزاك الله خيرا، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. في هذه المناسبة أتينا نحث الخطى إلى مملكة الخير، إلى بلاد الحرمين، مهوى أفئدة العالمين، لأنها في هذه الصناعة قائدة ورائدة، حيث تستحوذ وحدها عمرها الله وحفظها على ثلث أصول هذه الصناعة الواعدة على مستوى الدنيا. كيف لا تحمل هذه الراية في هذا المقام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، وهي المنظمة الدولية المهنية الأولى غير الربحية في الصناعة المالية الإسلامية، وقد غدت 95 من معاييرها الدليل والمرجع، بل غدت الرائد لهذه الصناعة من أدنى الدنيا إلى أقصاها، والرائد لا يكذب أهله. رصيد ربع قرن من العمل الدؤوب والإنجاز سقاه الفقهاء والخبراء والعلماء بخلاصة عمرهم وثمرة أوقاتهم ونتيجة تجربتهم. أيها الحفل الكريم، ما كان لهذا المؤتمر المبارك أن ينتظم عقده وهذا المحفل العظيم أن يلتئم جمعه بعد توفيق الله لولا الدعم الكبير الذي شرفنا به ووضعناه تاجاً على رؤوسنا بصدور الأمر السامي الكريم بإقامته، فجزى الله عنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وولي عهده الأمين وولي عهده حفظهم الله. كما إننا مدينون بالفضل بعد فضل الله لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز سلمه الله أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه الشخصي الكريم ودعم أمارة منطقة المدينة المنورة، فجزاهم الله خيرا. كما إن لهيئة السوق المالية دورا عظيما في نجاح هذه الفعالية المباركة، وأخص معالي رئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد الجدعان على فضله وبالغ دعمه. كما أشكر جامعة طيبة وجميع المتحدثين والرعاة وفريق العمل والمتطوعين الذين عملوا ويعملون بجد لإخراج هذا المؤتمر في هذه الصورة البهيجة. أختم بشكركم جميعاً شخصاً شخصاً، كل باسمه ورسمه وجليل لقبه، على تشريفنا بحضوركم ومشاركتكم، فجزاكم الله عنا خيراً وأهلاً ومرحباً بكم في مؤتمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت معايير شرعية من المجلس الشرعي التابع للهيئة المحاسبية قام عليها نخبة من العلماء، يرأس هذا المجلس أحد كبار علماء باكستان ممن له باع طويل في هذا المجال، هو فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذه كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب السمو الأمير فيصل، أمير محمد بن فيصل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي الدكتور السيد محمد بن عبد الله الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية، معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة والسماحة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقع أني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما جمعنا في هذه البقعة المباركة التي انبثقت منها أشعة النور الإلهي والهداية الربانية، فتنورت بها آفاق الأرض في مشارقها ومغاربها. وأتقدم بهذه المناسبة بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموافقتهما الكريمة ولرعايتهما السامية لهذا المؤتمر التاريخي المرموق الذي نفتتحها هذه الليلة رسميا، وندعو الله سبحانه وتعالى يكلله بالنجاح والتوفيق. وإنما قلت إن هذا المؤتمر تاريخي لأنه أول مؤتمر فيما أعلم للصناعة المالية الإسلامية يعقد في المدينة المنورة التي هي أجدر بقاع الأرض لرفع لواء الاقتصاد الإسلامي. والفضل يرجع إلى صاحب السمو الملكي فيصل ابن سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه لدعمه المتواصل لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فجزاه الله تعالى خيرا. وإنما قلت إنه مؤتمر مرموق لأنه أول مؤتمر فيما أعلم يعقد لتقويم تجربة المؤسسات المالية الإسلامية التي مضى على عملها 4 عقود. وإن الصناعة المالية الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى قد ارتقت وقد قطعت شوطا كبيرا في مجالس الماليات، مجال السوق الإسلامية، ولكن بعد هذه 4 عقود لا بد من أن نقوم هذه التجربة. وقبل أن نتقدم للإمام لا بد أن ننظر إلى ما وراءنا من إيجابيات وسلبيات لهذه الصناعة المبتكرة الرضيعة حتى الآن. فأرجو أن تكون جلسات هذا المؤتمر توفي بهذا الغرض وتنظر في إيجابيات هذه الصناعة وسلبياتها. ولا أريد أن أطيل، ولكني أريد أن أركز على نقطة واحدة فقط، وهي أن المؤسسات المالية الإسلامية حتى الآن قد عاشت ولا تزال في ظروف صعبة ضيقة، فإنها ابتدأت في ظروف لا تساندها قوانين ولا تساندها ضوابط ولا تساندها هيئات الرقابة والإشراف للعمليات المالية الإسلامية، فإنها عاشت في هذه الظروف الضيقة. ولكن نشكر الله سبحانه وتعالى أن هناك اتجاهاً قوياً
من الحكومات ومن الجهات الإشرافية أن تساعدهم، وهذه المساعدة تأتي إن شاء الله تدريجيا. ولكن حتى الآن هناك قوانين وهناك ضوابط وهناك الجهات الإشرافية الرقابية، فإنها لا تفي بمقتضيات هذه الصناعة الإسلامية الكريمة. ولذا فإني أقترح، فإن هذا الجمع الكريم يشمل كثيرا من المسؤولين الكبار للحكومات والجهات الإشرافية، فإني أقترح أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية قوانين تخصها وضوابط تخصها، وما لم تكن هذه القوانين تساند صناعة المالية الإسلامية فإنها لا تنجح بصورة واضحة، ولا يمكن أن تسير على المسيرة التي يأمل منها كل مسلم ومؤمن. فأقترح أن تشكل هناك لجنة أو هيئة تشتمل على علماء وفقهاء ورجال القانون ورجال هيئات الإشراف لتنظر في القوانين السائدة اليوم والقوانين التي ربما تعرقل في مسيرة صناعة المالية الإسلامية. فأرجو أن يكون هذا الاقتراح موضع قبول وعناية من الأصحاب المعنيين، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا للفرار عن بلوى الربا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن يكون هذا المؤتمر خطوة رائدة في هذا الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لشريك النجاح في هذا المؤتمر، هيئة السوق المالية السعودية، يلقيها معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، نشكر لسموكم رعايتكم الكريمة لهذا المؤتمر، والذي يأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وبقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما فيه الخير والنفع لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية. يسرني في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والحضور الكريم، ويسعد هيئة السوق المالية أن تساهم في رعاية هذا المؤتمر من انطلاقا من رؤيتها لأهمية الصناعة المالية الإسلامية في الأسواق المالية والدور الحيوي الذي تمثله هذه الدولة الكريمة بعمقها العربي والإسلامي في دعم هذه الصناعة وتطويرها. كما أنتهز هذه المناسبة لأبارك لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأعضائها مرور ربع قرن من العطاء كأول منظمة دولية مهنية مستقلة غير ربحية في الصناعة المالية الإسلامية، ونشكر لهم تنظيم هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من المختصين والأكاديميين وأصحاب الخبرات والباحثين في الصناعة المالية الإسلامية من مختلف بقاع العالم. ويسرني كذلك في هذه المناسبة أن أشكر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية جهودها المشهودة في تطوير المصرفية الإسلامية ومبادراتها في توفير الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية وإعداد التقارير المالية بصورة موافقة لأحكام الشريعة ومبادئها، بالإضافة إلى وضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية التي حظيت بالقبول وأصبحت المرجع الشرعي الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية لدى جهات تشريعية ورقابية ومؤسسات مالية متعددة. فمعايير أيوفي تعد مفخرة من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية
وأحد أهم منجزاتها. أيها الحضور الكريم، استطاعت الصناعة المالية الإسلامية خلال الفترة الماضية أن تنتقل من محدودية منتجاتها وأدواتها إلى الاتساع الكبير في أدوات ومنتجات مبتكرة، وأن تتجاوز التحديات والصعاب بفضل تضافر جهود المراكز البحثية والتنظيمية والقائمين عليها، ومن ضمنها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. لقد حرصت المملكة ولا تزال على دعم وتطوير المصرفية الإسلامية، والتي تبوأت فيها المملكة ولله الحمد مكاناً رائداً، وأصبحت داعماً أساسياً لاستمرارها وتطوير وتعزيز منتجاتها، حيث استطاعت هذه الصناعة أن تنهض وتنافس الصناعة المالية التقليدية التي سبقتها بعقود طويلة، وأن تحظى بالقبول والانتشار. ويؤكد ذلك الزيادة الملحوظة والاهتمام المشهود بالتمويل الإسلامي من المؤسسات المالية غير الإسلامية. أيها الحضور الكريم، تولي هذه الدولة المباركة وهيئة السوق المالية على وجه الخصوص اهتماماً كبيراً بتطوير ثقافة المصرفية الإسلامية وتعزيز الموارد التمويلية وتطوير منتجاتها من خلال مسؤوليتها في تنظيم وتطوير السوق المالية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، لتكون بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار. وقد أكدت المادة 121 من نظام الشركات الجديد هذا التوجه، حيث تنص أحكام النظام بأن على الشركات مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدارها لأدوات الدين. وانطلاقاً من مسؤوليتها في تطوير وتنظيم السوق المالية، اعتمدت الهيئة خطتها الاستراتيجية الشاملة للفترة من عام 2015 وحتى العام 2019 الميلادية، التي تضمنت 4 محاور رئيسية، منها تعزيز تطوير السوق المالية وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز حماية المستثمرين. ومن خلال هذه المحاور تعمل الهيئة على تحقيق 14 هدفاً استراتيجياً، منها دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين وتعميق السوق المالية. وتولي هيئة السوق المالية إصدار الصكوك وأدوات الدين اهتماماً كبيراً، حيث ترى أن هذه السوق لا تزال دون المستوى المأمول، وتعمل الهيئة جاهدة بهدف تطوير هذه السوق لأهميتها للاقتصاد الوطني وكونها رديفاً رئيسياً لدعم تمويل مشاريع التنمية. إن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأته واستمراره ونموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين. ويكمن التحدي في سوق الصكوك وأدوات الدين وتعزيز نموها في توفير منظومة من المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، لتمكينهم من تنويع استثماراتهم وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص. ولذلك أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذه السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها بناء توجه استراتيجي وطني لها، وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين وتطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم التوريق من خلال تسهيل إجراءات الطرح وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية، لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة للمصدرين. وفي هذا الصدد تراجع الهيئة إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناء على عدة اعتبارات قد تشمل تجارب الطارح السابقة والتصنيف الائتماني للطارح وفئات المستثمرين المستهدفة ومستوى التعقيد في هيكلة الديون المطروحة. كما تقوم الهيئة على إصدار لائحة تنظيمية للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لإصدار أدوات الدين، وتهدف هذه اللائحة إلى زيادة جاذبية السوق المالية كمصدر تمويل وتنشيط تداول الأوراق المالية التي تصدر عن الأصول محل التوريق وحماية تلك الأصول. وستستمر هيئة السوق المالية في دعمها للصناعة المالية الإسلامية في الأسواق المالية وتطويرها، مستعينة في ذلك بالله ثم بالدعم اللامحدود
من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين وولي ولي عهده وولي ولي عهده وولي عهده وولي ولي عهده بالشكر الجزيل والامتنان على ما تلقاه الهيئة من دعم كريم، ومن موافقة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بأن تستمر الهيئة في دعم المحافل والأنشطة المختصة في تطوير المصرفية الإسلامية في أسواق المال. أيها الحضور الكريم، تواجه الصناعة المالية الإسلامية تحديات كبيرة لتعزيز نموها وتطويرها والنهوض بها إلى صناعة متكاملة الأركان، ومن أهمها الحاجة الكبيرة إلى إيجاد الكوادر المؤهلة من المتخصصين في هذه الصناعة. ونأمل أن يستمر إنشاء المراكز المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية في الجامعات، ليكون ذلك نواة لقدرات بشرية مؤهلة وعلى مستوى عال من المهنية في ابتكار المنتجات الإسلامية المنتجات التمويلية الإسلامية. ومع النمو في قطاع المصرفية والصناديق الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية، تظهر أهمية وجود ممارسة قوية للحوكمة للمساهمة في تنمية اقتصادية أكبر، والمحافظة على العدالة التي تقوم عليها صناعة المالية الإسلامية. كما أن شدة المنافسة بين المؤسسات المالية في أسواق المال العالمية، وتطور الوسائل التقنية والفنية والربط بين الأسواق المختلفة، يحتم على المؤسسات المالية الإسلامية الاستمرار في ابتكار وتطوير الصناعة المالية الإسلامية وتنويع منتجات التمويل والمشتقات المالية بما يلبي احتياجات السوق ورغبة العملاء والمستثمرين. ومن المهم تقييم التجربة واستجلاء نقاط القوة لتعزيزها وجوانب الضعف والإخفاق لمعالجتها، وبناء على ذلك يتم استشراف المستقبل نحو صناعة مالية إسلامية متكاملة الأركان. أيها الحضور الكريم، أقدر لكم حضوركم ومشاركتكم، وأكرر شكري للرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، ونرجو من الله أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح لما فيه المنفعة والخير للصناعة المالية الإسلامية والاقتصادين الإسلامي والعالمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب المعالي الأستاذ محمد عبد الله الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الأخوة والخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أقف في هذا المكان المبارك وفي هذا المؤتمر لأتدارس الأفاق المستقبلية للصناعة المالية الإسلامية. ففي يومنا هذا تقدم المالية الإسلامية خدماتها إلى ما يقارب 100 مليون مستهلك من خلال ما يربو على 60 مؤسسة مالية تنتشر في أكثر من 75 دولة في مختلف أنحاء العالم. ويبلغ حجم الصناعة الإجمالي في القطاع المالي والقطاعات الأخرى المساندة 3 تريليون دولار من حيث الأصول المالية، وهذا يمثل قاعدة صلبة ترتكز عليها هذه الصناعة، وتظل الإمكانيات والطموحات أبعد من ذلك بأشواط. أنني أتطلع إلى غد تصبح فيه المالية الإسلامية علامة فارقة في عالم الاقتصاد، يشار إليها باعتبارها مصدر الابتكار ومستقبل المالية ومثال ريادة الأعمال، وأن هذا الأمر بغاية الأهمية إذا ما أردنا أن نحافظ على مكانة لنا في عالم اليوم. وستناول في حديثي 3 متطلبات أساسية لابد أن ينصب عليها اهتمامنا. والأول، إيضاح الغاية من وجود الصناعة المالية الإسلامية. ويتعين علينا أن نوضح بجلاء فرضية القيمة التي تقوم عليها هذه الصناعة ومواومتها مع الاقتصاد الفعلي أو الاقتصاد الحقيقي. وليتحقق ذلك يجب تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي. لقد كان التركيز ولوقت طويل منصبا على الإقصاء والاستثناء،
صحيح أننا لا نساوم على تحريم الرفع المالي والفائدة والأنشطة المخالفة للشريعة الإسلامية، لكن يجب أيضا التركيز الإيجابي على دعم المشروعات المسؤولة اجتماعيا والقادرة على تحقيق أثرا اقتصاديا أكثر شمولا. وليس بالإمكان عزل العمل المالي عن النظم الإخلاقية والأبعاد المعنوية، إذ يتعين علينا أن نبني النماذج المالية والتجارية التي تسعى إلى مشاركة المخاطر على نحو أكثر عدالة بين الجيل الحالي والأجيال المستقبلية. ويجب أن ينصب اهتمامنا على جوانب مثل التكنولوجيا المتجددة وممارسة التوظيف العادلة والرعاية الصحية والمدن الذكية والتعليم والنقل والبنية التحتية. ويظل السؤال مطروحاً، هل تتوفر لنا المعايير والهياكل والأدوات اللازمة لإدخال تلك الجوانب في صنع عملية صنع القرار؟ وفي هذا الجانب أتمنى منكم التمعن في مفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعياً ويسمى باللغة الإنجليزية Principle of Responsible Investment، والذي يحمل أوجه شبه كثيرة بالأسس والمبادئ التي تقوم عليها المالية الإسلامية، والتي استطاعت بفضل الله ومن ثم خصائصها الفريدة إلى أن تصل إلى المستوى العالمي وقدره 45 تريليون دولار in principle responsible investments في عام 2015. وثمة فرصة عظيمة لتحقيق التوائم الوثيق بين المالية الإسلامية وقطاع الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا في الفترة القادمة. إضافة إلى ما تقدم، فإن ابتكار الأدوات المالية ونماذج الأعمال الجديدة سيساعدنا على تبيان فرضية القيمة الفعلية التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية. ولعل خير مثال على ذلك هو الابتكار في سوق الصكوك خلال العقد المنصرم، إذ أن أعظم الفرص القادمة في القطاع المالي تتمثل في تسهيل التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات عبر الحدود الدول والمناطق. وينبغي أن نعطي الابتكارات المستقبلية أولوية لهذا الجانب، باعتباره سيساعد على تعميق الروابط البينية داخل النظام المالي في اقتصاديات الدول. والأمر الثاني هو ضرورة التفكير ببعد عالمي للصناعة، ويتعين على المصارف مواصلة انتشارها إقليميا ودوليا ومعدل أسرع. لقد حان الوقت لنأخذ إدارات المؤسسة المالية مسألة التوسع دوليا بعين الاعتبار في خططها واستراتيجيتها. ويوجد اليوم 22 مصرفا تجاريا إسلاميا تصل رؤوس أموالها إلى مليار دولار وأكثر من ذلك، مما يوفر القدرة المالية على التوسع خارج حدودها الوطنية، وسيكون لهذا التحول أثرا مضاعفا على النشاط الاقتصادي والتدفقات المالية. إن مؤسسات البنية التحتية الأساسية الداعمة للصناعات المالية الإسلامية مثل أيوفي وغيرها ستؤدي دورا عظيما في توجيه التحول نحو التوسع الدولي. لقد استمرت البنية الأساسية الحالية للصناعة في خدمة هذه الصناعة طوال 40 عاما مضت، وقد حان الوقت اليوم ونحن نشهد تحولا نحو المرحلة التالية أن نتوقف لتقييم التجربة في صناعة الغد. ستختلف جدا عما كانت عليه وما عليه اليوم، ويتعين عليها لتسهيل عملية التوسيع العالمي أن نعمل على تعزيز نطاق وملائمة وكفاية لبنات البناء الأساسية مثل العرمل الرقابي والجوانب القانونية والشرعية والضريبية والمحاسبية، إضافة إلى أسواق رأس المال على سبيل المثال. وثالث الأمور أن الصناعة في طور تحول الآن من مرحلة النشوء إلى مرحلة النمو والتوسع، وهي تتطلب عقلية ومهارات مختلفة تماما لتحقيق النجاح والازدهار. وينبغي علينا أن نقر صراحة أن هذه هي الخطوة الأولى نحو التصدي للتحدي المتمثل في إعداد الكوادر القيادية وتأهيلها، إذ يجب أن يستعد الجيل القادم من القيادات لتبني الاتجاهات الحديثة أسلوب العمل الحالي، الاتجاهات الحديثة التي تقوض أسلوب العمل الحالي. ومن أهم هذه الاتجاهات التطور الرقمي والنماذج التنظيمية التعاونية وثورة المعلومات والسوق العالمي وتعقد الأطراف الرقابية. أتمنى منكم أن تتأملوا في آلية تطوير القيادات القادرة على تحفيز الابتكار وفي مؤسساتنا استعداداً للغد، وفي ماهية الأشياء التي يتعين علينا تجاوزها وماهية هذه الأشياء التي يتعين علينا الشروع في عملها، وفي آلية خلق البيئة والثقافة التي تساعد الأجيال المستقبلية من المختصين والمصرفيين على النجاح والتقدم.
أيها الحفل الكريم، لقد استغرق وصول الهاتف إلى 50 مليون مستخدم حوالي 75 عاما، بينما لم يستغرق وصول جهاز الهاتف وجهاز التلفاز إلى 50 مليون مستهلك إلا 13 عاما، ولم يستغرق وصول فيسبوك إلى 50 مليون مستخدم إلا 3 سنوات ونصف. وعليه فإنه يتعين علينا أن نجاري رتم التغيير هذا، بل ونتخطاه، أن السنوات 40 القادمة تنطوي على فرص لا تنتهي أمام الصناعة المالية الإسلامية لتترك بصماتها المميزة على الصعيد العالمي. وأنني على يقين من أن هذا المؤتمر المبارك سيسهم في وضع أسس النمو والازدهار الشامل لهذه الصناعة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر بعد شكر الله صاحب الفضل في عقد هذا المؤتمر، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، على رعايته الشخصية ودعمه لهذا المؤتمر. كما أشكر هيئة السوق المالية وخص معالي رئيسها الأستاذ محمد الجادعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، تتشرف ويوفي أن تزجي الشكر أوفره لرواد الصناعة المالية الذين كانوا أصحاب السبق والبدايات وأصحاب العطاء لتحقيق النماء، وتتشرف بتقديم جزء من التكريم نيابة عن الصناعة المالية وأهلها في ليلة الوفاء لرواد العطاء. هذه هدية مقدمة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز رواد هذه الصناعة على مدى 40 عاما، يقدمها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة نيابة عن الصناعة المالية وأهلها. كما نستأذنكم يا صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل في تكريم الرواد والمساهمين، الشيخ صالح كامل أحد رواد الصناعة المالية على مدى 40 عاما. الشيخ سعيد بن أحمد لوتاه يستلمها نيابة عنه ابنه الأستاذ صالح. وهذا تكريم للمساهمين في إنجاح هذا المؤتمر والداعمين لفعالياته. راعي المؤتمر الرسمي هيئة السوق المالية السعودية يستلمها معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان. مصرف الإنماء الراعي الماسي يستلمها الأستاذ عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء. بنك الجزيرة الراعي الذهبي يستلمها الأستاذ نبيل الحوشان الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.
بنك أبو ظبي الإسلامي، يستلمها الدكتور أسيد كيلاني مدير القطاع الشرعي في البنك. البنك الأهلي من المؤسسات والشركات الداعمة، يستلمها الأستاذ عبد الرزاق الخريجي مدير عام المجموعة البنكية المصرفية. دار المراجعة الشرعية الراعي الفضي، يستلمها الشيخ ياسر دهلوي الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية. سابتكو الشركة السعودية للنقل الجماعي، يستلمها الأستاذ عبد الرحمن الجهني مدير فرع المدينة المنورة. المجموعة السعودية للأبحاث والنشر. شكرا لكم يا صاحب السمو على هذا الحضور، شكرا للجميع على الوقوف والرعاية والعناية بالصناعة المالية. شكرا لكم أيها الحضور الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في مناسبات خير في وطن معطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.